نبتدي ب يعني اول اسبوع اللي فات كان افتتاح المستشفى العسكري وعدد من المنشآت، يعني الحقيقه في ليها علاقه بالصحه والتعليم. يمكن احنا طول الاسبوع عمالين نتكلم عن الصحه والتعليم، الصحه والتعليم. الاسبوع اللي فات تحديدا كان فيه اهتمام شديد جدا من الدوله. افتتاح المستشفى في محافظه المنوفيه، والحقيقه الاهالي هناك مبسوطين جدا. المستشفى بتلبي جدا الامال والطموحات لاهالي المنوفيه. حضرتك شايف الافتتاح في هذا التوقيت ازاي؟ يعني خلينا اقول شايف المستشفى في المنوفيه ازاي الاول. يعني المنوفيه في الحقيقه رغم انها واخده السمعه الكبيره انها بلد الرؤساء وانها التي تحكم مصر طول الفتره الماضيه، يعني منذ رحيل الزعيم جمال عبد الناصر، في الحقيقه المنوفيه تحكم مصر قولا واحدا. لكن هل ده مترجم على ارض المنوفيه؟ في الحقيقه لا. يعني المنوفيه واحدة من المحافظات المظلومة فعلا، زيها زي محافظة زي السويس، زي الفيوم، زي بني سويف. لكن الشاهد الآن أنه هذه الأمور ابتدت تاخد منحى طبيعي في إصلاح ما خلفته السنوات الماضية، سواء في المنوفية أو في المحافظات اللي كانت الخدمات دايما متأخرة فيها. ويمكن الفيوم مثلا على سبيل المثال كنا هنلاقي فيها تواجد لجماعة الإخوان الإرهابية كتير قوي. المنوفية بقى ودي المفارقة فيها ده، وكانوا بيلعبوا كثيرا على فكرة قلة الخدمات. المستشفى اللي افتتحت في شبين الكوم هي واحدة من الأشياء الرئيسية اللي كانت بتنقص الناس فعليا. يمكن في مستشفى كبد هناك كبير ومهم، لكن في الحقيقة ان احنا بنتكلم على مستشفى متكامل وشامل بهذا الحجم وبهذه التكنولوجيا في المعدات وبهذا التخصص الدقيق بالنسبة للأطباء، ده أمر كانت محافظة المنوفية وشبين الكوم في أمس الحاجة إليه. وعايز اقول زي ما حضرتك تفضلتي انه الفكره مش انه ده بس اللي افتتح، كمان الفتره التي تم التنفيذ فيها هي فتره قصيره جدا مقارنه قياسية. طبعا وده برضو من الحاجات المهمه. يعني يمكن الناس بتاخد كتير جدا على سياده الرئيس ان هو بيعمل الحاجات مره واحده، بس هو في الحقيقه هذا الوطن لن ينهض الا اذا الحاجات اتعملت كده، لاننا اتاخرنا كتير قوي في الفترات الماضيه فيما يتعلق بالخدمات الاساسيه للمواطن. ويمكن في افتتاح المستشفى الشاهد الرئيسي كمان كان ان اول المتحدثين كانت وزيره الصحه. فاحنا بنقول هنا ان هذه السيده هي المسؤوله الاولى عن الصحه في هذا الوطن. والكلام كان عن الاشياء الاستراتيجيه اللي متاخره جدا، اللي الناس بتبقى بتعول عليها كثيرا، زي الحالات العاجله، قوائم الانتظار والحالات الحرجة، الأمراض اللي هي المزمنة اللي احنا بنعاني منها. يعني حتى الضغط، الناس شايفة انه الضغط ده حاجة بسيطة، ليه الرئيس يهتم بيه؟ في الحقيقة الضغط ده بيؤدي إلى كل المشاكل الأخرى. يعني في أمراض بتجيب أمراض أكثر. دي ثقافة الضغط، ثقافة في المجتمع يا أستاذ عبد الجواد. عنده ضغط، عنده سكر، الحاجات دي عادية خالص بالنسبة لنا، يعني مش بس بتؤدي للآخر. يعني بالظبط، لازم نغير المفهوم. يعني هي فكرة ما هو عنده ضغط هيجيله قلب، عنده سكر هيجيله كل الأمراض بقى بما فيها ضعف النظر. فالفكرة الرئيس بيلعب على فكرة أن الجسم، العقل السليم في الجسم السليم. الإنسان لما بيبقى مريض في الحقيقة بيبقى مهتم بمرضه، مش مهتم بفكرة الإنتاج. يعني هي القصة برضو بالزبط. إنه ده زي ما هو حق للمواطن ويجب أن يحصل عليه، لكن كمان ده اقتصاديا حتى على مستوى البلد، على مستوى التعليم، على مستوى كل حاجة في الحياة كبير جدا. له مردود كبير جدا. فالحاجات اللي تم افتتاحها سواء في المنوفية أو في المحافظات الأخرى في الحقيقة، سواء في محافظات الدلتا، ودي من الحاجات برضو عايز أقول المحافظات دي الخدمات الصحية في العموم كان فيها أزمة كبيرة جدا. مهملة، مش أزمة، هي كانت مهملة تماما. صحيح. والناس اللي بترجع للثلاثينات والخمسينات هيشوفوا أن الخدمة كانت مختلفة، لكن احنا بنتكلم على 50 سنة من الإهمال في القطاع الصحي. 50 سنة بلا مبالغة، احنا بنتكلم على مستشفيات مركزية كان اللي بيدور الأمور فيها تمرجي مش طبيب. بنتكلم على حاجات كتيرة جدا كانت ناقصة. بنتكلم على استراتيجية لم تكن موضوعة. يعني احنا ما قبل الرئيس السيسي ده شيء، وما بعده شيء آخر فيما يتعلق بالخدمة الطبية، زي وزي أي حاجات كتيرة جدا، لأنه بيراهن على فكرة الخدمة الكاملة والفعل الكامل. حضرتك قلت كلمة مخيفة دلوقتي جدا، يعني أنا عمالة أتخيل كده 50 سنة إهمال. حصل إيه في 50 سنة إهمال وكمية الكوارث اللي حصلت في المجال الصحي في مصر خصوصا في المحافظات؟ يعني احنا محتاجين حاجات كتيرة جدا، ومحتاجين إرادة قوية وحقيقية
لان احنا نعالج 50 سنه اهمال في هذه الفتره الوجيزه، عشان انا محتاجه صحه المواطن بشكل كبير جدا، عشان الانتاج وعشان المصانع وعشان المدارس وعشان حاجات كتيره جدا، عشان الصحه العامه عامه يعني الامراض وقوائم الانتظار. فانا بحل مشكله 50 سنه في الكام سنه دول. ده صحيح. دي حاجه فعلا مخيفه يعني، ومش بحل ويرجع. ولو ناخد مثلا في لو احنا بنتكلم على فيروس سي، فاحنا بنتكلم على 2 مليون مواطن ومكملين. لو بنتكلم على سرطان الثدي وغيره، احنا بنتكلم على عدد كبير جدا من ملايين النساء التي يخضعن للفحص. لو احنا بنتكلم كمان على فكره الديمومه بتاعه القصه، الاستدامه، يعني ممكن نيجي نروح مخلصين الحالات العاجله دي ونقف. لكن هو الفكره كعادة دايما ان احنا نحط الاستراتيجيه وما نتابعش. لكن في الحقيقه سيد رئيس طلبه، وهو في الحقيقه المفروض ما يطلبش، لكنه يعني بما ان الكره في ملعبه دايما يعني، ودايما هو اللي بياخد المبادره في الحقيقه، انه القصه ما تتوقفش، انه ده ما يبقاش فيه قوايم تانية. يعني مش نخلص دول فخلصنا يا سياده الرئيس، لا، هذا الامر لن يكون بهذه السهوله. خلصنا لكن ما فيش حاجه تاني هتستنى. والفكره كمان انه ده على كله، يعني مش بنعالج حاجه وبنسيب التانية، يعني مش بنعالج القلب ونسيب مثلا فشل الكلى. منظومه صحيه متكامله. ده صحيح. حتى فيما يتعلق مثلا بالحادث بتاع الغسيل الكلوي اللي كان في الشرقيه، الفكره هنا انه يعني خلينا نقول جماعة الإخوان حاولت استغلال القصة، قطر حاولت استغلال القصة، كل الناس اللي كارهة هذا الوطن حاولوا، كانت هنا يعني مصر حاولت استغلال القصة، حاولت تستغل القصة بشكل كبير جدا وتضخم الأمر. علشان كده يمكن من الحاجات المهمة اللي قالها سيد رئيس امبارح، أنه الوزيرة تستكمل فكرة الطمأنة بالنسبة للناس. يعني يمكن كمان التحرك السريع للحكومة، وده يحسب للحكومة في الحقيقة من أول لحظة، وتوزيع الحالات على المستشفيات القريبة، السيطرة على الأمر، ووقف الوحدة، ده كله من الإجراءات اللي طمنت الناس بشكل كبير. طيب إذن هو اهتمام بالمنظومة الصحية بشكل كامل، وشمول هذه المنظومة طبعا لكل محافظات وأقاليم مصر. مش إيه زمان كان يقولك اللي يتعب مش عارف في محافظة كذا لازم يجي هنا، واللي يروح مش عارف إيه يروح كذا. لا، الكلام ده ما أعتقدش أنه هو هيبقى موجود بعد كده أستاذ عبد الجواد. بالإضافة كمان لأن أكيد بعد كده لاحقا قانون التأمين الصحي الشامل أكيد هيطمن، لأن أنا لو اتكلمت عن الموضوع بشكل مجتمعي أكتر، الناس الفترة اللي فاتت اللي كان بيعي أو بيتعب بيبقى شايل هم المستشفى والفلوس والدواء والعلاج. لو هو عنده مظلة تأمين صحي مع طبعا هذه الجودة اللي بتتميز بها المستشفيات، خصوصا المستشفيات العسكرية طبعا، والنظام والنظافة والحاجات اللي بتطمن الواحد. يعني الناس ما بتبقاش طبعا، ربنا يشفي كل مريض يعني، بس المريض بيبقى داخل المستشفى بيبقى شايل هم كل الحاجات دي مع أهله اللي بيبقوا شايف. فتخيل حضرتك إن مجتمع بيعاني من هذه الهموم هيبقى عامل ازاي. فاعتقد ان اهتمام المنظومة الصحية اول حاجة، او يعني رقم واحد لازم نضعه في اولوياتنا. واتمنى ان احنا نفضل مكملين في متابعة هذه الاستراتيجية طبعا، علشان يعني هي دي الاساس. طيب نروح بقى لنقطة تانية.